عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية إن شاء الله. ويعطيك ربي كل عافية. الله يبارك فيك. وفيك أذنك الشيخ بعد إذنك، كان عندي سؤالين بس أسألهم لك. سل. واحد يعني واحد زوجته حصل بينهم خلاف. أيوه. المهم كان سعد غضب يعني. أيوه. فراحت قالت له تبقى حرام عليها زي ابويا واخويا. لا قيمة كفرة. لا قيمة لكلامها. لا قيمة لكلامها. الذين يظهرون منكم من نسائهم. نعم.